السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة، أرجو أن يكون الجميع بخير وصحة وتمام العافية. هذا سؤال حقا مهم جدا، وهو على موضوع البيلت سيستم. فإذا لاحظ في هذا المثال عندي في بيلت، النوع الثاني من الأحزمة، مربوطة بطريقة البارالل، ومقدار الجروب أنجل اللي احنا سميناها التوبيتا هي مقدارها 30 درجة. هنا لازم تنتبه انه قيمة الزاوية توبيتا 30 درجة، احنا دائما نحتاج بيتا، فلازم نقسم على 2. ومساحة المقطع العرضي للبيلت 750 ملم مربع، ومعامل احتكاك 0.12، والدنسيتي اوف ذا بيلت هي 1.2 ميجا جرام بير متر مكعب. وبما انه انطاني هنا الكثافة، يعني تطرق الى كتلة البيلت، معناها انه مقدار التي سي او السنترفيجال تنشن تدخل بالحسابات. والمينيمم سيف ستريس ان ذا ماتيريال هو 7 ميجا نيوتن بير متر سكوير. كالكوليت ذا باور ذات كان بي ترانسميتد، احسب القدرة اللي ممكن تنقل. وما قلنا هنا الماكسيمم باور، قلنا الباور الاعتيادية، فمعناها قيمة التي سي راح ياخذ قانون محدد، بحيث يكون قطر البولي 300 ملم، وسرعة دوران 1500 revolution per minute. بالحقيقة هنا بما انه يعني الاقطار متساوية، دي يقول بالسؤال، فمعناها اقطار الكليات، فمعناها ثيتا تساوي لي باي بوحدات الراديان، والسرعة هي 2 باي على 60 وتساوي 23.6 متر بالثانية. زين العفو، قيمة الكتلة اللي هي 1.2 × 10^3 اللي هي الكثافة، مضربة في مساحة المقطع العرضي مع مراعاة تحويلها لوحدات المتر، فراح يطلع 0.9 كيلوغرام بير متر. وقلت لكم سابقا انه الكتلة دائما تقاس بالكيلوغرام بير متر. التي سي راح يساوي الام في سكوير. ليش؟ لان قلنا هي عبارة عن باور وليس ماكسيموم باور، الكتلة في مربع السرعة. وتي 1 راح يساوي لي 5250 نيوتن حسب القانون. تي 1 على تي 2 يساوي اي اس ميو ثيتا كوسيكنت، دي باك هنا مو كوساين، كوسيكنت بيتا. ولاحظ الدرجة مقدارها 15 درجة. العفو، هسه شوف البيتا هنا قسم 30 على 2 يطلع 15، فراح يدخل التي سي بالحسابات. تي 1 ناقص تي سي على تي تي ناقص تو سي يساوي لي اي اس ميو ثيتا كوسيكنت بيتا، فراح يطلع قيمة تي 2 كذا. الباور تي 1 ناقص تي 2 في الفي مضربة في 2. ليش في 2؟ عندي 2 بيلتس، وبالتالي الماكسيموم باور راح يصير الماكسيموم باور هي ثلث تي 1 ويساوي 1750 نيوتن، وبالتالي مقدار عدد الدورات يساوي